مرحبا، اهلا وسهلا معكم. مبارك بيبي يحييكم في هذا الفيديو. هذا غادي نشوفوا ليليكين. اذا قبل نشوفوا ليليكين اللي هما الحزازيات، غادي لا تنساوش انكم تضغطوا على الزر الاحمر تحت الفيديو ديال الاشتراك باش توصلوا بالجديد. وكذلك الى عندكم اي تساؤلات ولا شي حاجه، لا تنساوش انكم تطرحوها تحت الفيديو، وغادي توجدوا الرابط ديال الصفحه ديالنا على الفيسبوك الاعجاب بالصفحه. اذا كذلك كما العاده ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتدعمونا بلايك. اذا ليليكين، اذا شنو هما ليليكين؟ هما الحزازيات بكل بساطه. تقول شنو هما الحزازيات؟ اذا هما هاد ليليكين هادو هما اسوسياسيون. كنهضروا على اسوسياسيون يعني جوج ديال الحوايج، يعني فيها اجتماع ديال لي زالغ مع يعني النباتات مع ليليكين، يعني واحد الاسوسياسيون ديال لي شامبينيون مع لي زالغ كيتسموا ليليكين. اذا لانتروديكسيون، اذا ليليكين شنو هما؟ il résulte de l'union harmonieuse et équilibrée d'un algue ou une cyanobactérie avec un champignon. اذا ملي تكون عندنا واحد الفطري، واحد الشامبينيون زائد الالغ كيعطينا ليكين، يعني هما جوج لي زالغ بلس لو شامبينيون. و كنقولوا لي زالغ ولا لي سيانوباكتيري، لي سيانوباكتيري هما لي زالغ بلو كما كتعرفوا، هادشي شفنا في الفيديو اللي كانوا قبل. الوغ لي سيانوفيسي ديال ليكين سون اون جينيرال دينوستوك. اذا لي سيانوفيسي شنو هما؟ سيانو فيسي هما دي ليكين سون اون جينيرال دينوستوك، يعني اول اكزومبل اللي غادي نشوفو هما لي سيانوفيسي. سيانوفيسي يعني دي سيانو بكتيري لاصقين في لي فيجيتو. فيسي يعني فيجيتال، دوك دي سيانو بكتيري كيعيشو في لي دي سيانوفيسي هما دي ليكين سون اون جينيرال دي نوستوك. اذا ليكزومبل ديالهم هما لي نوستوك. لي زالغ سون توجور، لي زالغ سون توجور دي كلوروفيسي. كما كتعرفوا لي زالغ هما دي كلوروفيسي. il existe environ 18000 espèces de champignons lichenisantes. اذا عندنا الناحيه ديال لي زيسبيس في لي شامبينيون، مجموعه ديال لي شامبينيون لكينيزونت، يعني مجموعه ديال لي شامبينيون كيعيشوا فوق دي زالغ. علاش كنتسموا لكينيزونت؟ لي شامبينيون ابارتيان اسونسيلمون ا دي اسكوميسيت. اذا كما شفنا في 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 لي شامبينيون، شفنا مجموعه ديال لي شامبينيون سوبيريور، هضرنا على لي اسكوميسيت ولي بازي دوميسيت. عند لي شامبينيون اسكوميسيت، لي اسكوميسيت بالضبط حيت عندهم، علاش تسموا اسكوميسيت؟ هادشي شفنا في لي شامبينيون هو ان حيت كيقادو دي زاسك، ودي زاسك هما دي فورماسيون تيكونوا فيهم دي سبور، داكشي تسموا اسكوميسيت. لي اسكوميسيت لا ماجوريتي ديالهم هما اللي كيعيشوا، يعني كيعيشوا على دي زالغ وكيعطيونا لي ليكين. يعني كما قلت لكم لي ليكين شنو هما؟ هما لي زالغ بلس لي شامبينيون. كاين عندنا لي ديسكوميسيت فورمو، اذا ديسكوميسيت، ديسكوميسيت فورمو لي ديسكو ليكين. اذا عندنا ديسكوميسيت كيشكلوا لينا ديسكو ليكين، وعندنا لي بيرينوميسيت فورم لي بيرينو ليكين. اذا هادو لي شامبينيون. في لي شامبينيون في لي اسكوميسيت كاين عندنا ديسكوميسيت و بيرينوميسيت، هادو سو سون دي شامبينيون. ديسكوميسيت كي فورم يعني في لا فورماسيون ديالهم في لي ليكين في الحزازيات كيشكلوا لي ديسكو ليكين، و لي بيرينوميسيت هذا شامبينيون كيشكل بيرينو ليكين. لا مورفولوجي ديال لي ليكين، كنهضر على المورفولوجي يعني الشكل ديالهم. كان يا اما طال جيلاتينو، طال جيلاتينو، ولا طال سيك، يعني لا فورماسيون ديالهم المورفولوجي ديالهم تيكون يا اما جيلاتينو يا اما سيك. سيك يعني ناشف ما فيهش الجيلاتين. نبداو بلي طال جيلاتينو. ils sont forme particulière، يعني ils sont sans forme particulière، يعني ما عندهمش واحد الشكل اللي هو بارتيكولي، يعني الشكل ديالهم يعني ما عندهمش واحد الهيئه اللي هي محدده. اي ايل سون كونستيتيو دو فيلامون دي سيانوفيسي، وكيتشكلوا من واحد الفيلامون ديال واحد السيانوفيسي. سيانوفيسي هو لي زالغ فيغ. تيشكلوا عفوا ماشي لي زالغ فيغ، لي سيانوفيسي هما ديال لي سيانوباكتيري، كيتسموا سيانوباكتيري ولا لي زالغ بلو. سون لاغان ميسيلاجينوز ابغيت لي زيف دو شامبينيون.
اذا كيما شفنا في الشامبينيون عندنا الشامبينيون قلنا شامبينيون تيكون عنده لا فورم ديالو يا اما تيكون يعني كان لا فورم اللي هي سيفونيك ولا لا فورم اف الى عقلتو في لي شامبينيون. هاد لا فورم اف عند لي ليكان شنو هي لا فورم اف؟ نرسم نامبورت كي شامبينيون بما انهم ما عندهمش طاي اللي هي محدده كما بغات تكون لا طاي. مثلا هذا شامبينيون يعني ما عندوش لا طاي. بما انه ما عندوش لا طاي هذا الوسط هذا اللي لداخل لو فيد هذا كيتسمى ليف. وسط منه هنايا وسط منه كاين واحد الفيلامو فيه ليسيانو باكتيري. في وسط منه ليسيانو باكتيري كاينين سو فورم فيلاموند وكيشكلوا لينا واحد لو ليكين. هو هذا اللي كنشوفوه هنايا هذا اكزامبل ديال ليكين. كما كتشوفوا هنا عندنا شامبينيون ووسط منه كاينين دي فيلامون. عندنا شامبينيون ها هو الشامبينيون وسط منه كاينين دي فيلامون وهذوك لي فيلامون متكونين من دي بكتيري كلوروفيليا يعني دي بكتيري ابارتيال لي زالت دي بكتيري فيجيتال كيتسماو لي سيانوفيسي. الوغ هذه هي لا فورم ديال لي طال جيلاتينو. اذا هذا طال جيلاتينو فيه دي فيلامون ديال لي سيانوفيسي. هاد لي فيلامون ديال لي سيانوفيسي كاينين وسط شامبينيون يعني وسط الجيلاتين ديال لي شامبينيون. يعني داكشي هنا مكتوبه ايل سون سون فورم بارتيكولي اي ايل سون كونستيتيي دو فيلامون دين سيانوفيسي دون لاغان ميسيلاجينوز ابريت لي زيف دي شامبينيون. يعني ديك لاغان ميسيلاجينوز تيكونوا في وسط لي زيف ديال الشامبينيون. بالنسبه ليطال سيك ليطال سيك يعني ليطال سيك هادو يعني هنا جيلاتينو هنا سيك. بالنسبه ليطال سيك هو لوكال لو بلي فريكون او فورم فاريي مي بيان ديفيني. يعني عندهم لا فورم اللي هي مختلفه وبيان ديفيني عندهم واحد لا فورم اللي هي بيان ديفيني. عندنا اون ديستينغ ليطال كريستاسي طال كريستاسي. اذا كريستاسي يعني دايرين بحال صدف بحال صدفيات بحال صدفه تقريبا. طال كريستاسي سو سون دي طال اون كروت اونتيرمون ابليكي سور لو سوبسترا دو اون بو لو سيباري. يعني هما دي طال كيشكلوا واحد القشره واحد لا كروت اونتيرمون ابليكي سور لو سوبسترا دو ليسباس. شوفوا ليسباس مزيان لي طال هنا طال كريستاسي ليسباس باش لاصق على السبسترا. السبسترا هو الحامل ديال لو ليكين. الا شفنا هنايا ليسباس فاش لاصق اذا هاد ليسباس هذا فاش لاصق كما كتشوفوا عفوا هنا اذا هنايا كاين عندنا واحد ليسباس لاصق فيه لالك كبير داك ليسباس داكشي اللي تسمى كريستاسي. عنده واحد ليسباس لواحد القشره يعني اونتيغمون ابليكي يعني كله لاصق فوق لو سبسترا داكشي اللي تسمى كريستاسي. بالنسبة للفولياسي غير دي بارتي اللي لاصقين. الوغ لو طال فولياسي سو بريزونت كوم دي لام يعني بحال دي لام ابلاتي يعني دي لام اللي هما ابلاتي بليز او موان لوبي يعني دي لام ملي كنهضرو على لي لام يعني كنهضرو على صفائح. ابلاتي يعني ماشي بلا صفيحة ولكن ماشي بلا. بليز او موان لوبي تيكونو يعني لوبي يعني مقوسة. Il adhère au substrat par des résines ou des crampons. يعني من ناحيه ديال فاش كيلصقوا في لو سوبسترا كيلصقوا في دي ستركتور هادو كيتسموا لي ريزين. هاد الاعمده اللي كنشوفوا هنايا كيتسموا دي ريزين. اذا كيما كتشوفوا هنا ها هما هاد الاعمده هادو اللي هنايا كتشوفوا هذا 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 هادو كلهم اعمده كتلصق بهم هاد اللي كان يعني بهاد الحال هذا يعني هادو كيتسموا لي غيزين او لو بار دي كرامبو. ده هذا ليكزامبل ديال لي كرامبو. اذا غير واحد لي بارتي ديال واحد لابارتي باش كيلصق على السبسترا. اذا اللي كان كيلصق غير واحد لابارتي على السبسترا. اذا هادو سو سون دي طال سيك. لي طال سيك كيفهم طال فولياسي وطال كريستاسي.
عندنا لي طال كومبوزيت. طال كومبوزيت شنو هي كومبوزيت؟ يعني المسمية راه باين بأنه فيه مجموعة ديال يعني كومبوزيت. ان طال بريمير يعني فيه أولا بما أنه كومبوزيت يعني فيه مجموعة ديال لي طال. عندنا لو طال الأول اللي هو بريمير كريستاسي أو فولياسي. يعني كاين عندنا الأول يا إما تيكون كريستاسي لو طال بريمير تيكون يا إما فولياسي أو لا تيكون كريستاسي. الو فولياسي ولا كريستاسي سور لوكيل سو ديفلوب ان طال سكوندير. يعني تيكون عندنا لو طال الاول اللي تيكون مع اون كونتاكت مع سيبسترا تيكون يا اما كريستاسي يا اما فولياسي. يعني تيكون يا اما اون كونتاكت توتال ولا اون كونتاكت غير باغ دي بي اللي هما صغار. يعني تيكون عنده لو كونتاكت قليل يعني فولياسي سور لوكيل سو ديفلوب. وفوق منه il se développe واحد لوطال سكوندير واحد لوطال تاني دريسي ابلي بوديتون بوديسيون كي بورت لا فريكتيفيكاسيون دو شامبينيون. اذا كما كنشوفوا هنايا ليكزامبل هاد عندنا لارك بريمير كاين لتحت هو اللي اون كونتاكت مع السيبسترا وفوق منه كاين واحد شامبينيون وبالتالي عندنا لا ستركتور بريمير وعندنا ستركتور هي سكوندي. يعني واحد الطبقة اللي كاينة لتحت اللي هي اون كونتاكت وفوق منها واحد الطبقة أخرى هذا كيتسمى ان لي فورم دو طال كومبوزيت. يعني فيه جوج وهاد لا ستركتور اللي كاينة الفوق كتسمى بوديسيون لو طال سكوندير. داك لو طال الثاني اللي كيعيش فوق لو طال التحتاني كيتسمى بوديسيون. عندنا ليكزومبل الاخر اللي هو لوطال فريتيكولو. فريتيكولو لوطال فريتيكولو هو ليكزومبل ديالو و لاسبي داربي داربيسكيل غاميفي. يعني هاد لوطال هذا فريتيكولو كان باش كنعرفوه كنعرفوه بان عنده واحد الشكل ديال لاربيسكيل يعني واحد الشجيره ديال بحال شجيره صغيره ان طال اربيسكيل غاميفي. يعني عندها مجموعه ديال التفرعات دغيسي ادي رامو سيلندري يعني ابلاتي او لانيير. اذا كما كنشوفوا هنايا هاد لي زاربيست يعني عندنا اشكال هنايا دايرين بحال لي زاربيست بحال شجيرات وهاد الشجيرات هادو كل وحده لاصقه في واحد لو بوين كلهم لاصقين في واحد لو بوين. هذاك لو بوين فاش لاصقين سميتو يعني كتسمى واحد كيتسمى رامو سيلندريك او ابلاتي. يعني تيكون يا اما سيلندريك ولا كنقولوا غامو سيلندريك ولا كيتسمى ابلاتي او لانيير. يعني هادو سو سون دي طال فريتيكولو وهو ليكزومبل ديالو ان طال فريتيكولو. اذا في الشكل ديالو كيبان بانه لو طال الشكل ديالو كيبان بانه داير بحال شجره فيه متفرعات هو اللي كاين. يعني كما كتشوفوا هذيك الشجره عايش فوق الشجره. اذا ديك الشجره هي السيبسترا و السيبسترا فيها دي زالغ و دي شامبينيون كيشكلو لينا الليكين. عندنا طال يعني ليكزومبل اللي بقى هو لو طال سكواميلو. سكواميلو إل سون فورمي دو بتيت إيكاي. يعني هما كيتشكلو من دي بتيت إيكاي. إيكاي يعني لي زيكاي هما بحال قلنا القشور كي سو شوفوش بارتيكوليغمون. هاد القشور هادو كيتقاطعو شوفوش بارتيكوليغمون اون جينيرال كيتقاطعو. لا بارتي دو ليكاي دي كولي دو سيبسترا كومونس ا ديفيرونسي ان كورتكس انفيريور. يعني هو داير بحال القشرة واحد لابارتي من ديك ليكاي واحد لابارتي منو كيما كنشوفو هنا في الشكل هي اللي كتشكل يعني هي اللي كتولي بحال السيبسترا. يعني واحد لابارتي من لي زيكاي هو داير بحال لي زيكاي واحد لابارتي منو هي اللي كتلصق في السيبسترا. الوغ لابارتي دو ليكاي ديكولي واحد لابارتي اللي هي نازله ديال السيبسترا كومونس ا ديفيرونسي ان كورتيكس انفيريور. يعني هي اللي غادي تعطينا واحد لو كورتيكس اللي هو انفيريور يعني هو اللي غيلصق في السيبسترا. سيتال سون انترميديير اونتر ليتال كريستاسي اي ليتال فولياسي. يعني هما شادين الوسط ما بين ليتال
crustacés ou bien l'état foliacé. L'exemple de Normandina, Pilchella, qui m'a fait un peu l'exemple. Il y a une partie, on a des filaments. واحد لابار ولكن دوك لي فيلامون فيهم دي يعني عندهم قشور كيتسموا دي كيتسموا دي بيتي زيكاي فيهم واحد لي زيكاي اللي هما صغار وهذوك لي زيكاي هما اللي كيشكلوا لينا كيشكلوا هاد لوطال لوطال سكوام. اذا لي ستركتور دي تان اللي شفنا على حساب لهاد لي ستان عندنا لي ليكين اللي هما جيلاتينو لي ليكين اللي هما جيلاتينو كيتسموا اوميومير لي ليكين جيلاتينو كنقولوا اوميومير لا اوموجين اللي هما اوموجين اوم لي كال ليكين جيلاتينو سون دي اوميومير ولا اوموجين. وعندنا لي ليكين سيك لي ليكين سيك اللي شفنا هما سو سون دي ليكين ايتيرومير ايتيرومير يعني فيهم مجموعه ديال لي كومبوزيسيون hétérogène. Les lichens homéomères, les lichens homéomères gélatineux, elles ont la même structure anatomique sur toute leur étendue. Les lichens homéomères, les lichens gélatineux, la structure d'elles sont toutes بحال بحال. يعني أي point مشينا ليه sur شنو هو اصلا définition ديال شي حاجه homogène. On parle de l'homogénéité, c'est lorsque tous les points ont les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire la définition de l'homogène. Quand on met la solution, la chose qui est homogène, tous les points sont identiques. Et une autre chose qui est là, elle a les mêmes caractéristiques. Alors, les lichens homomères, gélatineux, ont une structure anatomique sur toutes les étendues. L'autre côté, on a une structure. وبالنسبه لي اللي كاين ايتيرومير ils sont formés de couches anatomiques différentes soit تيكونوا كونسنتريك ولا سوبرپوزي يعني تكون فيهم يعني تيكونوا متقطعين من ناحيه يعني في مجموعه ديال لي كومبوزيسيون وهاد لي كومبوزيسيون يا اما تيكونوا كونسنتريك يعني مجموعين فواحد البلاصه ولا سوبرپوزي كيتقطعوا مع بعضياتهم. بالنسبه لا ريبروديكسيون عند لي ليكين Les champignons qui interviennent dans les constitutions des lichens sont des ascomycètes et rarement des basidiomycètes. يعني la principale تزوج عندهم اللي كيتساهم في التزوج هما لي champignons ascomycètes les ascomycètes ou غالبا ou قليل فاش كنلقاو لي basidiomycètes. Les basidiomycètes هما اللي عندهم les structures ديال لي بازيد ولي بازيد ولي اسك هادو سون دي سبور يعني كاين شفناهم في لا فيديو اللي كانت قبل عن لي champignons. C'est le mycélium auquel elle donne naissance ne rencontre pas l'algue, elle dégénère. Il a carrément le mycélium qui magne les champignons, un homme le mycélium, la forme mycélium. Donc le mycélium dit les champignons, les cartes naissance et naissance dit l'algue et dit le champignon, il y a le mycélium, il a ma cache en contact, il a ma cache en contact avec l'algue, elle dégénère, il y a ni qu'un mot. Le lichen ne se forme pas. Au fait, le halal a dit, ma cache conche dans la formation dit le lichen. لان بقى عندنا غير الشامبينيون بقى عندنا غير لارج الشامبينيون ما قدرش انه لارج ما قدرش انه يوصل للميسيليوم ديال الشامبينيون. ليسونسييل دو لا ريبروديكسيون دي ليكين اي اسوري بار لي زيزيد اي لي سوغودي. alors لي زيزيد اي لي سوغيدي لي زيزيد اي لي سوغيدي اسور لا ملتيبليكاسيون فيجيتاتيف دوطا. يعني لي زيزيد ولي سوغودي هما بحال قلنا الشكل ديالهم هما بحال اللي قلنا لي سبور لي زيزيد ولي سوغودي هما اللي كيشكلوا لا ملتيبليكاسيون ديال سبور. غادي نشوفوهم. الوغ بالنسبه لي زيزيد سو سون دي سورت دابور جيونمو يعني براعم دوطال بريزونت دي زيف اي دي غونيدي اونتوري دو كورتكس. اذا كما كنشوفو هنا ليكزومبل هنا في الشيما الو عندنا هاد التفرع هاد البورجيو وفي هاد البورجيو عندنا كما كنشوفوا لداخل هنا عندنا مجموعه ديال لي كونيدي يعني فوسليف يعني عندنا مجموعه ديال لي كونيدي. هاد لي كونيدي الدور ديالهم هو انهم هما الدور ديالهم هو انهم يعطيونا هو لا ريبروديكسيون يعطيونا واحد لانيمال اللي هو اونتي
عفوا واحد الفيجيتال اللي هو اونتي. بالنسبه لي السوغيدي ليكزومبل ديال لي سوغيدي سو سون دي بتيت بارسيل دوتا constitué de quelques gonidés entourés d'un peloton d'œufs. Il ne présente pas de cortex. يعني هنا عندنا الكورتكس، يعني كما كتشوفوا هو الكورتكس. الكورتكس هما هاد لي سيلول اللي كاينين على برا، هاد لي سيلول كاينين على برا، والداخل كاين عندنا لي غونيدي. وبالنسبه لي سوغيدي، لي سوغيدي ما فيهمش داك الكورتكس. الا شفنا ها هو، اذا كما كتشوفوا ما عندناش داك الكورتكس، ما عندناش دوك لي سيلول اللي دايرين عندنا. ديريكت كتوقع على ليبراسيون ديال لي سوغيدي، يعني هاد لي سوغيدي كاينين في لا بارتي انفيريور ديال لوطال بريمير دو كلودونيا ليمبرياتا. هذا اكزامبل، هذا الشيما ديال فورماسيون ديال لي سوغيدي. هاد لي بوان نوار اللي كتشوفو هنا هما لي سوغيدي. كما كتشوفو لي سوغيدي ولا لي غونيدي، لي زيزيدي عفوا، لي زيزيدي شنو هما لي زيزيدي؟ الزيدي هي يعني عندنا ليف، يعني فوست ليف. اذا الاستركتور ديال لك اف، اف هي هاد التجويفه الكبيره اللي عندنا هنايا. هاد ليف هذا فوست منه كاينين لي غونيدي، هما هاد لي هادو كما كتشوفوا هما اكزامبل. اذا باش نحاول نشيماتيزيهم باش باينين ولا لا. اذا كما كتشوفوا معانا هنايا عندنا واحد الاستركتور هنا، هادو كلهم يتسموا لي غونيدي. هذيك وحده عفوا، كما كتشوفوا هاي واحدة أخرى حداها، هاي واحدة أخرى، هادو كلهم سوسون دي غونيدي. وفي وسط الغونيدي كاينين لي زيزي، هما هادو لي بالكحل، وكلهم هاد لي غونيدي هذا كاينين في ليف. إذا كما كنشوفو ليف، ها هو ليف، نحاول نشيماتيزيه. ليف عندنا ليف، ها هو ليف، نحددو. عندي هنايا، عندي هنايا، هذا كله ليف، ليف ديال ديال الشامبينيو ديال ليكين. هاهو هادو كله ليف، عندنا ليف كبير، وفي وسط منو كاينين هاد لي ستركتور قلنا كيتسماو لي غونيدي. وفي وسط لي غونيدي كاينين لي زوزيدي، هاهو هادو أوزيدي 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 إكسيتيرا. إذن عند لي زيزيد قلنا سو سون دي سبور دي سورت دو بورجيونمو، شكل ديال تبرعم دي طال بريزونت دي زيف اي دي غونيدي اونطوري دو كورتكس، يعني داير بهم الكورتكس. بالنسبه لهادو لي سوغيدي ما دارش بهم الكورتكس، كما كتشوفوا كل واحد بوحدو، كل واحد بوحدو، كل نقطه بوحدها. هنا داير بهم الكورتكس. الوغ مزيان، سو سون دي بتي، يعني بالنسبه لي سوغيدي سو سون دي بتي بارسيل دوتال كونستيتيي دو كيلكو غونيدي اونطوري دان بيلوتون ديف. Il ne présente pas de cortex. Il y a un lif, ou un torride, ou un peloton d'if, les wakibir, ou un mekinj, un cortex. Alors, remarque, l'algue seule ne représente aucun mode de reproduction. Il y a un algue bohdo, mais il y a un attaché mode de reproduction. Les champignons seuls représentent deux types de reproduction. Et donc, بالنسبة les champignons, il y a le champignon bohdo, il y a un juge des types de reproduction. كان عندنا ريبروديكسيون اسيكسيي غراس ا دي كونيدونج ابلي لي بيكنيد كي روسومبل او بيريديس مي نو كونتيان با داسك. يعني لا ريبروديكسيون اسيكسيي هنا كتكون عند لي شامبينيون، يعني هاد لا ريبروديكسيون اسيكسيي كتكون غراس ا دي كونيدي لي كونيدي لي كونيدونج، كتكون دي كونيدونج. لي كونيدونج في لي كونيدي، شي لي كونيدي راه شفناهم في لا فيديو اللي كانت قبل. هما واحد الشكل ديال بحال دايرين بحال لي سبورك، هما اللي مسؤولين على يعني لا ريبروديكسيون اسيكسي. وعندنا لا ريبروديكسيون سيكسي لي زاسكوليك، ريبروديكسيون اسيكسي
كاينين عند لي زاسكو اللي كاين. وشفنا la fructification résulte de la reproduction sexuée dans ce que l'on trouve chez les ascomycètes. يعني كتكون la reproduction sexuée هي اللي مسؤولة عند لي ليكين على la reproduction. Chez les discoléquins, كان عندنا le type de reproduction كتسمى apodicie. Ou chez les pyrénoléquins, كتسمى péritécie. يعني هذا le type de reproduction sexuée عند les ascoléquins. يعني متى تكون apothécie ou le cachecoun péritis. Alors, bon, c'est l'apothécie. Apothécie qui m'a caché fou adna l'asque. L'asque, ou la forme liée filamenteux. Fous le filament adna les gamètes. Yanni, fous le filament. Ou adna l'otal les kiniques. Yanni, n'a adna les kin le tête. Yanni, d'avoir l'otal. اذا كما كتشوفوا هنا عندنا لوطال اللي كاينيك يعني هذا غالبا تيكون واحد لالك والفوق هنا عندنا الشامبينيون وفي الشامبينيون كاينين لي زاسك هادو كلهم كيشكلوا لنا لا ريبروديكسيون كتسمى ابوتيسي يعني كما كتشوفوا كاينين عندنا من الناحيه ديال لي غاميت كاين عندنا في البارتي ابيكال يعني في الفوق ابوتيسي كاين عندنا بيريتيسي يعني كاينين في الجناب كما كتشوفوا عندنا لي زاسك كاينين في الجناب عندنا لو طال ليكينيان لو بيريتيس اسكوليك اذا بيريتيسي يعني من ناحيه ديال لي غاميت كاينين عندنا في الجناب كاينين في لي بيريفيري اللي كتسمى بيريتيسي عندنا بيريتيس عندنا ابوتيسي فوالا هذا لو تيب دو ريبروديكسيون سالينا بهم لي ليكين هادشي اللي كاين في لي ليكين بالنسبه لا فيديو الجايه غادي كما قلت لكم غادي نحاول انني في لا فيديو الجايه غادي ندير دي زيكزيرسيس في الفيديو الجايين غادي نحاول نعطي دي زيكزيرسيس على لي شامبينيون وعلى لي ليكين بيان سور سو فورم دو كي سي ام اكزيرسيس سو كي سي ام بجوج و لا كوريكسيون ديالهم غادي نحط لكم التصحيح تحت لا فيديو ولا في لاباج فيسبوك اذا المهم غادي داكشي غادي تلقاو في لي فيديو اللي هما جايين وغادي ندخل لي كورموفيت دابا سالينا لي طالوفيت الا ما فهمتوش شي حاجه في لي طالوفيت بطبيعه الحال لي زيكزيرسيس هما اللي غادي يبينوا مزيان شنو هما الحوايج اللي خصهم يتفهموا وغادي نخدموا دي زيكزيرسيس وانطلاقا من لي زيكزيرسيس غادي تبان لكم واحد لا فيزيون اللي هي جلوبال على لو كور ما تنساوش انكم تبارطاجيو لا فيديو ديروا جيم و بيان سور يعني ديروا اشتراك على القناه وشكرا لكم على المتابعة.